كان له الفضل في عدم مد امتياز قناة السويس مرة أخرى، لأن يعني كل الناس تعرف أن كان في مشروع سنة 1909 أيام وزارة بطرس غالي، لكن كان في مشروع أيضا سنة 33 أيام وزارة إسماعيل صدقي عرف بيه محمد التبعي، وقدر يحصل على وثائق خاصة بهذا المشروع أن فعلا قناة السويس هتمتد للتسعينات. حاولت الحكومة تكذبه، قال لهم الوثائق تحت ايدينا ولو حاولتوا تكذبونا هننشر الوثائق دي. محمد التبعي كان مؤمن برسالة الصحافة، وكان بيقدم المهنية على اي اعتبارات اخرى، لدرجة ان هو سجن. يعني ايام اسماعيل صدقي كان في احد الاعيان اسمه الشيخ صقر، جت الحكومة واتهمته انه مطحن الغلال بتاعه مخالف، وجت قوة الشرطة ومأمور المركز، وحصلت مشادة ما بين الشرطة وما بين الأهالي، نتج عنها مقتل 3 من الأهالي كان منهم أخو الشيخ صقر. محمد التابعي تبنى القضية، إسماعيل صدقي اعتبر أنه التابعي بيتبنى هذه القضية كصوت لطلبة صقر الوفدي، وليس لأنها قضية جماهيرية. والتابعي واصل حملته على وزير العدل اللي كان جزء من حكومة صدقي. النيابة طلعت قرار بالإفراج عن الأهالي، وشافت أنه مأمور المركز قام بالتزوير، ولكن وزير الحقانية يعني إيه حب أن هو ما يعاقبش مأمور المركز، فكتب محمد التبعي مقال يعني شديد اللهجة، وقال فيه عبارة: وهز الوزير رأسه هزة اهتز معها قانون العقوبات. وعلى الفور طبعا تمت احالته للمحاكمة، وصدر عليه حكم بالحبس لمدة 4 شهور. اعتقد ان حكومة اسماعيل صدقي اخذتها ذريعة، لان كتير كانوا بيهاجموا اسماعيل صدقي، يعني مش اخذتها ذريعة عشان تصفي بها صقر القديم اللي كان من شهر بتاع مد امتياز قناة السويس. وبالفعل احيل التبع الى محكمة الجنايات وحكم عليه ب4 شهور. هو كان وقتها حتى في اسكندرية، ورجع وسلم نفسه. الواقعة بتاعت حبس التبعي في قضية الحصينة دي مذكورة في مصادر كتير، منها مذكرات روزا اليوسف. عايز يدين اسماعيل صدقي والدولة مستبدة والحكومة المستبدة، فما رفعش نقض عشان الحكم يرفع، بل نفذ الحكم.